الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذه سورة مريم على نبينا وعلى جميع الأنبياء والأولياء والوليات صلى الله عليه وسلم. فتح الله سبحانه وتعالى بقوله كافها يا عين صاد، وهذه حسب الظاهر خمسة حروف، وأكثر السلف رضي الله عنهم على أن كل حرف يدل على اسم من أسماء الله جل وعلا. الكاف هذا يدل على اسم الله الكافي جل وعلا. كاف هاء، والهاء اسم الهادي. وأما الياء فقال هذا هو اسم الرحيم هنا، لأن هذا الاسم ظهر في قوله ذكر رحمة ربك. كافها يا عين صاد، والعين اسم للعليم، وهكذا صاد هنا المراد به الصمد جل وعلا، لأن الصمد هو المقصود في الحاجات. ولقد ذكر سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام وسأل الله حاجته وهو الولد على كبر سنه وعلى عقر زوجته صلوات الله على نبينا وعليه. إذا هذه سورة مفتتحة بأسماء إلهية، وكل حرف كما قلنا يدل على اسم، بل كما قال بعض العلماء رضي الله عنهم العارفين كل حرف يدل على أسماء، يعني الكاف يدل على اسم الكافي واسم الكبير واسم الكريم، يعني كل اسم افتتح بهذا الحرف. ولقد كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة يقول في دعائه اللهم يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي، يا كاف ها يا عين صاد ارحم لي. هذا ورد. إذن هذه الحروف تدل على أسماء، وهذه يفهمها من يفهمها سبحانه وتعالى، فهم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يعرفون، خواص الصحابة كانوا يعرفون مرامي الحروف، يعني يقول أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفهمون معنى ألف لام ميم ومعنى حاميم وما المراد به، بل كانوا يعرفون خواصهم يعرفون وأوصافهم يعرفون، وهناك من آمن بها هكذا من الحاصل. فباعتبار أن الصحابة على مراتب رضي الله عنهم، خواصهم وأوصافهم كانوا يعرفون المعاني، كانوا ما يعرف معنى حاميم أو كافها يا عين صاد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في رسول الله يعلمهم الكتاب، وهذا من علم الكتاب،
إذا هذه كانت معلومة عندهم رضي الله تعالى عنهم. ولذلك ورد كما قلنا عن سيدنا علي وغيره كان يدعو بهذه الأسماء، وهذه أسماء إنما خصت للذكر لأنها ظهرت آثار في هذه السورة، أي لما فتحت بهذه الأسماء. هذه السورة فتحت باسم الكافي والهادي والرحيم والعليم والصمد جل وعلا، قال أن لها آثار ظاهرة في وقائع واقعية في نفس السورة. وأول هذه الآثار والوقائع قضية سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى كفاه همه وأمره، حيث قال إني خفت الموالي من ورائي، أي خاف من بعد موته أن يضعف الدين باعتبار أنه ليس هناك من يخلفه في أمر النبوة ويمسك زمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويهدي الناس إلى رب العالمين، فخاف من ذلك فطلب الولد. قال كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كافها يا عين صاد، كنا بحثنا بعض البحث في هذه الحروف، وقلنا من جملة إعجاز القرآن أن هذه الحروف تقرأ بأسماء ولا تقرأ بحروفها، بأسماء الحروف. يعني الحرف له حقيقة وله اسم، فإذا جئت إلى حقيقة الحرف تقرأه بالتحدي. مثلا كاف، إذا أردت أن تقرأ حقيقتها تقول كاف، وهكذا هاء تقرأها هاء. أما كاف هذا اسم للحرف، هذا مو حقيقة الحرف. حقيقة الحرف كاف، هاء، عين، وعاء، وهكذا صاد. أما كاف هاء يا عين صاد قال هي أسماء الحروف، فهذه الحروف تقرأ بأسمائها لا بحقيقتها. وهذا من جملة ما يدل على أن هذا القرآن كلام الله. العرب قبل أن ينزل القرآن ما كان يعرفون أسماء الحروف، كان يعرفون الحروف إذا قرأوا حقيقة الحرف، أما يقرأ اسم الحرف هذا ما كان معروف عندهم. هذا كان معروف عند أهل الكتاب، فلما نزل القرآن وإذا به جاء القرآن يقرئهم الحروف بأسمائها، والرسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم ولم يتعلم لا من أهل الكتاب ولا من علماء اليهود ولا من علماء النصارى ولم يقرأ كتبهم. إذا ما الذي عرفه بأسماء الحروف؟ هذا أمر عجيب. هذا إيش عرفه بأسماء الحروف اللي هي باين معروفة عند العرب؟ قال هذا حتى يبين لك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يفتتح السورة بأسماء تدل على حروف، وكل حرف يدل على اسم كما قلنا. هذا من باب الإعجاز، أي من باب الإعجاز والتحدي لأول مرة. قبل أن يدخل في السورة يقول لك ما هو معجز حتى بحروفه، وهو قراءتها بالأسماء بما كان معروف عند العرب يا إنسان، إنما كانت العرب تقرأ بالتهجي فقط. الحاصل كاف ها يا عين صاد، على أن هناك أيضا دليل إعجاز آخر، وهو أن الله تعالى افتتح هذه السور افتتحها بالحروف. قال هذا أيضا باب الحجة على أن هذا القرآن كلام الله وليس هو كلام البشر. كيف؟ فهو سبحانه يقول للعالم، يقول لجميع العالم أولهم وآخرهم، يقول كاف ها يا عين صاد، أي أنتم تقرؤونها على أنها أسماء حروف، وهذه الحروف معروفة عندكم، حرف كاف ها عا صا إلى آخره معروف عندكم،
وهذا الكلام القرآن مؤلف من هذه الحروف. فإذا كنتم تزعمون أن هذا الكلام كلام بشر فأنتم بشر، تعالوا انسجوا وركبوا كلام من هالحروف مثل هذا القرآن. هاي الحروف موجودة، يعني كما يقال مادة النسيج موجودة، الغزل موجود. فإذا كنت نساج تعال خذ غزل، هذه الحروف معروفة عندكم يا معشر الناس كلكم، يعني العرب والعجم والأبيض والأحمر والأسود وأول الأمة وآخر الأمة، الحروف معروفة. وهذا الكلام القرآني مؤلف من هذه الحروف. فإذا كنتم تزعمون أن هذا الكلام هو كلام بشر وليس كلام رب العالمين، فتعالوا انسجوا وركبوا من هذه الحروف مثل هذا الكلام القرآني والحال لا يخفرون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على مثل هذا القرآن لا يأتون لا بمثله كله ولا بعشر سور ولا بسورة، لقد تحداهم عجزوا. إذن إيش معنى ذلك؟ إذن معنى ذلك أن هذا القرآن وهذا الكلام ليس كلام بشر، كلام رب العالمين. هذا كلام مركب من الحروف والحروف معروفة عند الكل، فليأتوا بمثل هذا القرآن إذا كانوا يزعمون أنه كلام بشر. إذن لأول مرة يتحدث ولأول مرة يبين لك أن هذا الكلام هو كلام الله جل وعلا. كافها يا عبد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر، هذا ذكر رحمة ربك، كما يقال خبر المثل محذوف، ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا الكلام وهذه السورة فيها ذكر رحمة الله، لكن الرحمة الربانية، ذكر رحمة ربك أي ذكر رحمة ربك يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه إضافة، وذكر رحمة ربك أي هذه إضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ربك يا رسول الله، وأنت أعرف الناس بربك صلى الله عليه وسلم، لك معرفة بالله برب العالمين ما لا يعرفها غيرك صلى الله عليه وسلم. إضافات الأحكام يا إنسان، الإضافات والخطابات الأحكام. ذكر رحمة ربك أي ذكر رحمة ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تعرف من أسرار وعظمة ربوبيته ما لا يعرف غيره. فهذا هو رب العالمين جل وعلا يذكر لك وأنت تذكر للأمة كيف أنه سبحانه رحم عبده زكريا، وكيف الرحمة نالته. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذه قصة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، ذكرها الله تعالى لنا. قد تقول أنت يا إنسان هذه قصة وقعت بين الله تعالى وبين عبده ورسوله زكريا، فنحن إيش نستفيد منها؟ ثم تقول هالكلام، قل يا هذا ما فقط الموضوع هنا، هذا سيأتي هنا أيضا يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، هذا في سورة مريم موجود، وقد ذكر الله تعالى لنا أمور الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وتوجهاتهم إلى الله وابتهالاتهم ودعائهم وحالهم مع الله وإلى آخره، هذه كلها ذكرها لنا حتى نسير على هديهم، حتى تمشي على هديهم وانهم تعرف كيف كان حالهم مع الله، حالهم حال أنهم عبيد لله. ذكر رحمة ربك عبده وأم عبده، وكيف أن الله سبحانه وتعالى تولى أمور الرسل والأنبياء وكيف كان يدعون الله، فأنت تهتدي تسير على هديهم. قال نحن مأمورين كذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن في باقي الأمر يقول له نعم،
لكن لازم تعرف كل مقامات الأنبياء مطوية في مقام سيدنا محمد. المقامات الرسل والنبوات مطوية في رسول الله. فأنت لما تمر على قصص زكريا ودعائه وما هنالك من حاله، فأنت لك هدي محمد في هذا الموضوع، لأنه من جملة الهدي المحمدي الهدي الزكراوي والهدي اليحياوي والهدي الإبراهيمي والنوحي والكل، هذا في هدي رسول الله مجموع. فأنت تتبع رسول الله في هديه الجامع عليه الصلاة والسلام كما قال: فبهداه مقتدى. أي لقد جمع الله لك يا رسول الله جميع هذه الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. فأنت لما تعمل بهذا عملت بناء على أنها نزلت على رسول الله وأنها من رسالات سيدنا محمد، فأنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يا إنسان من خاصك. قال: ذكر رحمة ربك، أي هذا موضع ذكر رحمة ربك الذي تعلم من أسرار نبوته يا رسول الله ما لا يعلم غيره. ذكر رحمة ربك لمن؟ عبده. من هذا العبد؟ زكريا، فوصفه بأنه عبد، وهذا أشرف المناصب يا إنسان. على قدر التحقق في مقام العبودية يكون التقرب إلى رب العالمين. لا تتقرب إلا بالعبودية، والشرف الأكبر شرف العبودية. أعلى المراتب التي يصف الله تعالى بها أهل المراتب مرتبة العبدية، وأشرف عباد الله وأرقاهم مقام في العبودية هو سيدنا محمد الذي وصفه الله تعالى بأعلى مقاماته وأشرف مقاماته خاصة به، وصفه بأنه عبد الله. فمقام دار الكتاب هذا القرآن ما نزل إلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصفه بالعبدية. مقام إسراء والمعراج من قصص سيدنا محمد بين بإيش ناله؟ بالعبدية. هذا الذي أسرى بعبده. مقام الفرقان يوم بدر، النصر الكبير وبه ويوم بدر. يوم بدر بدر نور الإسلام، وبدر بدر الإسلام يا إنسان. قالوا: ما أنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أي يوم بدر، يوم فرق الله بين الحق والباطل. إذن وصفه بأنه هو أن صفه بالعبدية. إذا أشرف مقامات سيدنا محمد العبدية. لكن أي عبدية؟ عبدية خصوصية. كلما ارتقى الإنسان في العبدية كلما تقربت إلى الله. الله له حضرة الربوبية، والربوبية ذاتية لرب العالمين، وما يمكن أحد يشارك فيها. يعني الشركة حقيقية ماشي، إنما بالإدعاء. فالمشرك الذي يقول أنا ربكم الأعلى مثلا، أو الأصنام اللي وصفوها أنه آلهة، يقال هي بالإدعاء ما هي بالحقيقة. صنم عبدوه مع الله، إيه صار هذا مثل الله يعني؟ قال لا، في زعمهم. لكن شو حقيقة هالصنم؟ قل سموهم، نحتوا صنم عبدوه، سموه رب سموه إله، قالوا هذا بالاسم، يعني بالكذب كما يقال، ما هو بالحقيقة. ليش؟ لأنه أصوله بحقيقته. إذا قيل لك هالصنم ما هو حقيقته؟ تقول حجر. ما هو حقيقته؟ نحاس. هذا اللي قال أنا ربكم الأعلى بالاسم بالكذب، إيش هو حقيقته؟ لحم دم وعظم، مخلوق بشر. إذا ما في ربوبية حقيقية ذاتية إلا لله. الله هو الرب على الحقيقة، الله هو الرب الحقيقة، الله هو الرب الاسم بالاسم والحقيقة والمسمى والذات وما هو الصفات، هذا ربوبية لا الله وحده. أما أنت، أنت عبد، أنت عبد يا إنسان، أنت عبد شئت أم أبيت. لكن في فرق بين عبد يتحقق بالعبدية اللي هي فيه ويعترف بها،
وبين عبد يخيل إليه أنه رب نفسه. هذا الله. فجاءت الشريعة الإلهية تذهب عنك روائح الربوبية والتعارض. أنت عبد، لكن أحيانا يخيل إلى نفسك أنه أنت رب، أنت عم تتصرف في أمرك، أنت عم تدبر شأنك، أنت القوة من قوتك تمشي، ما بتلاحظ أنه القوة من الله، لا، من عند قوة. هي قال هي كلها روائح ربوبية، كل أوهام هي رايح فيها. فجاء الشرع يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي تحقق لا حول ولا قوة إلا بالله. الشرع جاء يبين لك أن أنت يا إنسان إنما قواك وسمعك وبصرك وهكذا ملك مهم لك لله، أنت مالك رب نفسك. أما يملك السمع والأبصار فأنت يخيل إليك أنه سمعي سمعي، بصري بصري، مصراتي مصراتي، إلى آخر ذاتي ذاتي. قل له ما في ذاتيات صاحب ذات، الذاتيات كلها لأمرك الله. الذوات والصفات والأسماء والكمالات وما كله بيد الله. يعني يا إنسان إني خليك في مقام العبدية، والعبد عبد وليس له غنى عن ربه ولا لحظة. فالقضية أنك تتحقق في المقام، هذا هو المدر، وإلا كل خلق عباد الله. لكن هناك عبد كما هو عبد اضطرار كما يقال، وهناك عبد الاختيار. فجاء الشرع يحققك بالعبودية الاختيارية حتى تعرف حالك وتعرف حقيقة ما أنت عليه. فما جاء الشرع يعني يقول لك عرف شيء خلاف حقيقته، جاء يقول لك عرف ما أنت عليه وتقرب إلى الله. عرف الربوبية لمن والعبودية لمن، الربوبية لله والعبودية وصفك. وكلما تحققت في العبودية، وكلما تحقق في الافتقار إلى الله والذل والانكسار، وكل ما عرفت أن زمام الأمور نفسك، زمام أمورك النفسية وحواسك وجوارحك ومداركك وحركاتك وسكناتك، زمامك الخاص والزمام العام السماء والأرض يا إنسان، وكل ما عرفت القيومية كلها لله وحده، هو القائم بكل الأمور وليس هناك قيوم غيره جل وعلا. وكلما دخلت في حضر من الحضرات وإذا تعرف عظمة الربوبية، تمحي منك آثار الروائح والرعونات النفسية، فإذا بك كل ما هذا تتقرب إلى الله وتقرب العبدية. وكلما تقربت من العبدية خلعت، كلما تقربت تخلع شيء، تخلع الأنانية، تخلع النفسية، تخلع الدعوة، تخلع تخلع. وإذا خلعت ما عليك خلع هو عليك. إذا أنت لم تخلع ما عليك ما يخلع عليك. إذا خلع إلهية قاضي قل له خلع ما عليك، خلع اللي عند قلب. أما أنت صوبك دنس وسخ، الثياب الربانية قدسية، بده يخلع عليك ثوب القداسة والطهارة. إذا ما كان هذا الثوب النفسي الدنس خلعته ما يخلع عليك يا أبدا، يخلع ما عليك ويخلع هو عليك. نفسك ثياب، نفسك ثياب جديدة، لكن بقى الثياب جديدة ما متشال تعرف أنت، هي ما اللي يشتروها من سوق الجوه مصنعة فلان ولا لا 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 لا، هناك ثياب أطهر من هيك وأقدس من هيك وأكمل من هيك، ثياب الأخلاق العالية، ثياب المعرفة، الحاصل ثوب العبودية، ثوب التقرب إلى الله، ثياب يا إنسان. القضية في ثياب هنا كمان. يعني لما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام راح وهناك تجلى عليه رب العزة بالتكليم وصار في الوادي المقدس هو. الوادي المقدس طوى، هو اسم الوادي. ليش الوادي اسمه طوى؟ ولما كان التكليم في وادي طوى؟ ليش ما كان في وادي غير طوى؟ قال لا، وادي طوى حتى يطوي موسى وما فيه كله. طوى موسى راح طوى، ما بقى له اثر. فانطوى راح، يعني راح في ظل الربوبية يا انسان محرم. فقال الله تعالى فاخلع، فاخلعنا عليك. قال له فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى.
ما رضي له انه يبقى لابس النعلين. قالوا لا لا النعلين. ايش معنى يعني لا النعلين؟ قال يعني النعلين جزئيات، يعني من باب اولى اخلع كل ما عندك يا لا المال والاهل والعيال وكل شيء، ولا تقف مع شيء من الاكوان حتى ولا النعلين الجزئيات. لا خلاص. فخلع كل ما عليه هناك، دخل في عمود النوراني التوحيد، فمحق وفني في قوله انني انا الله لا اله الا انا. في الوقت موسى ما راى ولا شعر بنفسه ولا بعائلته ولا باهله ولا بماله ولا هناك بنعله ولا بمره، خلص ماشي خلع الكل. يعني قال اهل الله رضي الله عنه في هذا إشارة، وهو فخلعنا علي، قال يعني خلع الدنيا والآخرة. قاله أهل الله، قال هذا باب الإشارة. يعني إيش قال بعض الجامدين؟ قال هذا إشكال كلام، هذا شلون أنا أهل الله بفسر التفسير هذا؟ ليش يا هو؟ إيش مسألة فخلعنا عليك يعني خلع الدنيا والآخرة؟ قال هي بتصير، أنا ما بصير وراح يعترض. قلت له وقف يا جدي لا تعترض، وطن الجماعة كمان بيفهم الله يرضى عنهم، بيفهموا على سوا يعني، ما يسألوا كان يعني فاضي. قال ايش لك راح يفسروا؟ ايش هذا التفسير هذا؟ قال لك هذا التفسير، هذا ما هو باب تفسير اللفظ، هذا من باب التفسير الاولوي. في تفسير نصي، في تفسير اولوي. قال خي انا ما بفهم بهالشيء. قال له لا فهم، تعال من بعد لك يا قريبي، تعال اقرب لك اياها ولا انساك القران يا جدي. لو قال لك انسان انه لا تقل لا تسب والديك، الله نهاك عن سب الوالدين. قال لك لا تضرب والديك، الله نهاك عن ذلك. لا تقتل والديك، الله نهاك عن ذلك. انت ايش تقول له؟ قل له لا، هات لي ايه ما في شيء من هذا. ما في، ايش تقول له انت؟ قال بقول له لا ما في، ما اجى في ايه لا تضرب والديك، ما اجى في ايه لا تسب والديك، ما اجى في ايه لا تلعن والديك. قال ما في ايه، منين هالحديث؟ قل له وقف لك جذبه. الله تعالى قال فلا تقل لهما اف. قال لا تقول له اف، قل له ايش تقول؟ قال يعني كلمه اف ليك للاسف ما بيجوز. يقول له يعني كأنه يقول لك من باب أولى لا تسب ولا تشتم ولا تضرب يا عمي، من باب أولى. قال لا هو بفهم إنه لا تقول الأف لكن ما بفهم يضربه يا عمي، هيك بفهم الآية؟ إذا كان هيك يحش معناها ولك معناها يعني إنه لا تقول الأف، يعني هالكلمة الصغيرة الجزئية إنه لما بتحتاج أنت بتتنازل، ولا سيما عند الكبار وأبوك بكبر وأمك تكبر والحالة ما عم تتغير ومزاجهم بتغير، فانت تيجي تضجر تتقفل اوف اوف الى اخره. ايه الله نهاك عن الله. ايه لكن ما نهاني عن ضربهم، ضربه ضربه. قلت له لك معناها باب اولى يعني باب اولى لا تضربه ولا تشتمه ولا تسبه ولا تحاربه، هي باب اولى، هذا اسمه تفسير اولوي يعني. فلما الله تعالى خلوا لسيدنا موسى فخلعنا عليه، يعني باب اولى خلع ما هو اكبر من ذلك، أي لا تقف مع شيء يا موسى، راح الكل، راح كل العوالم من نظرك توجه إلي وبالواقع هكذا موسى دخل في عمود التوحيد النوراني ومحى في قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فما بقى لا يسمع ولا يحس ولا يشعر ولا ولا إلا المقام الألوهي، فنف الله جل وعلا، أخذ عن نفسه وعن كل شيء بربه. إذا هذا الباب يعني. بقى يا إنسان إذا كان تريد تقرب إلى الله لن تخلع ما عليك، يعني دخل ما عليك من ثوب الأنانية وثوب الدعاوي وسوى وأثواب حماقات النفس والرعونات النفسية، كلها بتدخلها لأنه هي بتناشي مقام العبد، فبتخلع ما عليك وبنفسك سبحانه وتعالى. كلما خلعت شيئا خلع عليك خلعة، والخلع الإلهية إذا خلعها عليك ما بنزع منك جل وعلا. الخلع الثياب التي يلبسك الله إياها ما يسلبك إياها يا عز وجل. الله يخلع علينا الخلع. آمين. الخلع المحمدية. آمين. صلى الله عليه وسلم.
حتى نكون عبيد مخلصين مخلصين لرب العالمين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا موضع ذكر رحمة ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمته لعبده، وهذا هو عبده زكريا العبد المتحقق المقام العبودية. إذ نادى ربه نداء خفيا، قام سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، قام في منتصف الليل، وقد كان سنه وقتئذ على ما قال أكثر العلماء بلغ 110 سنين، ويقال 120. فعلى هذا الكبر وكبر السن شاب، وزوجته عاق عقيم، وما جاءه ولد، ولكنه ما يقلق من رحمة الله، ويعلم أن الله قادر جل وعلا، وإن كان بالأسباب العادية المسن والعقيم والعائر عادة لا يلد، لكن لله سبحانه وتعالى خلق العادات مألوفة، العادات بالنسبة لنا، أما بالنسبة إلى الله جل وعلا ما تقيل العادات، إنما عاري عاري بالنسبة للمخلوقات. قال إذ نادى ربه، قام في الليل ونادى ربه نداء خفيا، قيل خفيا عن الناس يعني، بمعنى توارى في نصف الليل هو وحده في معبده ونادى ربه. نادى ربه، قال النداء معناه في صوت مرتفع، نداء دعاء بصوت يعني، لأنه خفي عن الناس يعني في بيته، ما هو في الجامع ولا أمام الناس، وحده خفي عن الناس. لما كان هذا الدعاء خفي عن الناس؟ قال أولا حتى يكون أبعد عن نظر الناس وما تلومه الناس، لأن الناس إذا سمعوا أنه يدعو بالولد يقضوا، هناك من يمكن يقضوا إشقوا إنه زكريا على كبر سنه وشيبته وعقمه وعقم زوجته، هلا بقى بده يدعي بالولد؟ قال بصير عليه اعتراض يعني، إيه لكن ما بيعرفوا هو الباب اللي يدخل منه، الباب بده يدخل منه على الله، ما بيعرفوا هن، هن واقفين انه هذا الشايب وكبير السن وزوجته عقيم، خلص ما يلي ماشي ولا خلص يعني، الباب مغلق يعني، إيه لا هو اللي يفتح باب بيدخل في باب اللي ما بيعرفوه. ولذلك ما دعا امام الناس حتى ما حدا يعترض عليه يعني، لأنه هذا رسول ونبي الله، فإذا واحد انتقل في قلبه معناه طبعا في إيمان مصر، لذلك قال معتزل ودعا خفيا عن الناس، ما سمع دعاءه للناس، نادى ربه نداء خفيا. قيل إنه كان دعاءه خفي حتى خفي عن نفسه، يعني ما في كلام في القلب، وجه قلبه إلى الله حتى خفي عن نفسه. قال كيف يعني؟ قال هذا الباب يا من ينادى بالضمير فيسمع، يعني في نداء باللسان، في نداء بالضمير في القلب، قلب هذا خفي، هذا خفي جدا يعني، هذا خفي حتى عن صاحبه بس يعني. على كل حال نداء خفي يعني، إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه أي وهو يعلم من عظمة قدرة ربه ما لا يعلم غيره، فطرق باب الربوبية الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهل لي من لدنك وليا. فهذا ظاهره أن الخفاء إنما كان عن الناس، وإلا هناك كلام، فلذلك قال ربي. أما القول الثاني خفيا أي خفي عن اللسان حتى بالقلب، قول هذا، ولقد جمع زكريا بين الأمرين، بين الخفاء عن الناس والخفاء عن اللسان كمان حاصل. قال ربي، هذا تعليم، تعليم لصاحب الحاجة كيف يدعو الله، كيف تدعو الله يا إنسان يا صاحب الحاجة؟ قال أولا تعرض حالك وحاجتك
ايش اول الفرق؟ قال ربي اني وهن العظم مني. يا ربي يا ربي، اي انا العظم ضعف مني بسبب كبر السن، واشتعل الراس شيبه، اي اعترتني الشيخوخه وقاربت الهرم يعني، فعرض فقره وحاله الى الله. واول السؤال عرض الحال، تعرض حالك اما ما تعرض حالك تقف امام الله وقفه الجبابره وتقول له ايه يا رب نفسي، قبل كل حالك يجب ان يكون حال المفتقرين اليك، حالك حال السائلين. اما امام الله لا تتجلد، تقف قدامه وانت مثل الجبل هيك مصلبه مشدده، لا حتى انما يكون حالك حال السائلين وحالك حال المفتقرين. فاول كل شيء تعرض حالك، كان عرض حاله سيدنا زكريا، اني وهن العظم مني اشتعل الراس شيبه، كما قال سيدنا موسى ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. عرض حاله سيدنا موسى، عرض حاله وعلى الله، انه انا يا رب فقيرتي دي، يعني انت اعلم بحاجتي وسدد الامور، انت اعلم. فعرض الحال فقط، عرض حال، وهذا اصل في الدعاء يا انسان. الحاصل قال ولم اكن بدعائك ربي شقيا، اي ما عودتني انني ادعوك وتخيبني عشان ما دعوتك في امر الا اجبتني، والله اي وانا ادعوك في هذا الامر ايضا، وهو الولد هذا ايضا من باب الدخول على الكريم، من باب التوصل الى الكريم بكرمه، لانه انت يا ربي انت كريم وكرمك إلي متواصل ممتد من كذا وكذا، ما له مبدأ ما له أول، كرمك إلي دائما متوارد، وكل ما وجهت إليك دعاء أنت تجيبني وأنا أدعو فأجبني كما أجبتني فيما مضى، مثل ما أنت واصلت الكرم الإيجابي إلي في الماضي واصلها إلي في الحال يعني. وأنا باب دخول على الكريم من باب كرمه، تقصد الكريم من كرمه. قال ولذلك كما هو معروف عند الكرماء، يجي واحد محتاج لعند كريم يقول له يا فلان انت اللي كنت ساعدتني في اليوم الفلاني، ايه بريد ساعدني كمان في اليوم ساعدني هلا، هذا اذا كان صاحب نفس كريمه يقول له لبيك. ليش؟ قال لانه ذكره بالكرم السابق، والكريم ما بريد يقطع كرمه، يقول لك لا اذا بعطيك كمان. ايش يقول له؟ والله انت عملت معي منيح، يوم اصبتك اليوم الفلاني وانا هلا اصبتك لانه كمان في حاجه. فاذا كان الرجل صاحب نفس كريمه قال ما برده. ليش؟ لانه يقول انا اكرمته فيما سبق، ما بدي اقطع كرمي عنه. فهذا دخول على الكريم من كرمه، والكرم الحقيقي لرب العالمين. كرم الكرماء هذا كله بإكرام من الله، ولولا الله تعالى يجعل نفس السخي سخية ما بسخى، ولولا الله يعطي الكرم لصاحب الكرم إيه ما بصير كريم يا إنسان، فالكرم كله لله يا إنسان، المدح كله لله والحمد كله لله يا إنسان. قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم أكن محروم الإجابة فيما مضى، فلا تحرمني الإجابة فيما يأتي يا رب. الشقاء هو الحرمان، معنى الشقاء الحرمان. لم أكن بدعائك ربي شقيا، أي ما كنت محروم، أنا ما كنت تحرمني إذا دعيتك، بل أنت تجيبني وتكرمني، فما كنت تشقيني في دعائي فلا تشقيني في هذا الدعاء، أي بل أجبني يعني. وعلى هذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، علم الصحابي، وهو أن يدعو الإنسان اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، يا رب يا رب يا رب، وكن بي حفيا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين يا رب يا رب. هذا وارد من تعليم رسول الله للصحابة صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على معلم الناس الخير. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت مواليا من ورائي. فقام سيدنا زكريا يدعو الله في نصف الليل، وسجد ودعا، قال يا ربي يا ربي يا ربي. قال الله تعالى لبيك 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 يا زكريا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ودعا بما دعا. وهذا هو
أنك تدخل على الله بصفة أنك عبد وهو رب، وأنك عبد قصدت ربا. قال ربي، أي يا ربي، أصلا يا ربي. فليش هذا في الياء؟ قال الياء للبعد، وهنا لاحظ القرب على العالي في لغة العرب. إذا كان المال قريب مجي بياء، قل له فلان يكون قريب منك. أما إذا كان بعيد قل له يا فلان، إذا كان بعيد. أما إذا كان قريب فلان يعني ندى. شو الحاصل؟ قال بقى هي بتختلف في ملاحظة الداعي. هي بلاحظ القرب ربي. لا شك سيدنا زكريا في مقام القرب لاحظ القرب. الله تعالى يقول فإني قريب وأحيانا يؤتى بيان. أحيانا في الدعاء قال يا ربي، مو لأنه الله بعيد. قال لا، أحيانا بتلاحظ أنه أنت بعد مقامك بقى، بعد حالك أنت، مو بعده هو. لا، الله قريب جل وعلا. فهي في الملاحظة بتختلف. يعني لا تعترض إذا مر عليك دعاء يا ربي تقول أهل أهل البعد لك. لا لا، لا تدخل هالباب. إله ملاحظة اللي قال يا ربي كمان قد يكون من الأكابر، إله ملاحظة. الحاصل والذي قال ربي رأسا بدنيا إله ملاحظة. فلا تعترض على أهل الملاحظات. يعني لا تأخذ المسألة جعلا، خذ بكمالها. الله يرضى عنهم أجمعين. إيه وأبو تفهم مسألة تعترض على مسائل. مثل واحد تعلم كلمتين نحو وما بعترض على ايش؟ بعترض على بقيه علماء النحو وتكمل العلم. يعني سيد الحويط مو مساله يعني قوامص يعني اشكالات. الحاصل فقال هذه راجعه للملاحظات في المراتب والاحوال الى احوال احوال الاحكام والمراتب الاحكام والملاحظه الاحكام. فقد يتطلب الامر منك ولو كنت في مقام القرب ان تقول يا رب. وقال يتطلب الحال ربي رأسا. فقال هاي إلى ملاحظات عند أهل الله ورضا عنه ونفعل الله ورداته. الحاصل قال ربي إني وهن العظم مني. فلما نادى قال يا رب يا رب يا رب، قال الله تعالى له لبيك. وهذا كما ورد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يوما يا ربي يا ربي يا ربي. سيدنا موسى قال يا ربي، فقال الله له لبيك 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 يا موسى. فقال موسى عليه السلام يا ربي ومن عبدك موسى حتى تقول له لبيك؟ لأنه عبدك موسى تقول له لبيك. فقال يا موسى إني آليت على نفسي، أي أقسمت وحلفت أن لا يدعوني عبدي بيا رب إلا أجبته لبيك. يعني كل من قال يا رب مع ملاحظة ملاحظة عبوديتك أنت والأدب مع مقام الربوبية، طلعت كلمة يا رب عن صدق. يعني قال لا بد رب العزة يقول لك لبيك. لا محل لا محل، هذا جواب الكريم، هذا جواب التكريم، هذا جواب الإنعام. يعني قد يكون الرجل سير الأم بتقول له يا سيدي، يقول لك نعم. شو بتقولي؟ قال لا، هذا باب كرم. وهيك كرم حاله وكرم مقامه، يقول لك نعم، يقول لك لبيك يا إنسان. الحاصل يقول شنو؟ يقول له لك وارد هذا كمان، هذا وارد. الحاصل حتى في صحيح مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فرأها صلى الله عليه وسلم على الصحابة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال عليه الصلاة والسلام قال الله نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال صلى الله عليه وسلم قال الله نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم قال الله نعم. الله المنعم بيقول لك نعم يا إنسان، هذا تكريم إلك أنت لأنه أنت مؤمن، لأنه أنت مؤمن لك مقام عند الله. دعيت بالربوبية ربنا وأنت مخلص في دعائك، فالجواب منه نعم.
جل وعلا سبحانه وتعالى. يعني هذا حتى انه لازم تحب الله. يعني الله الكبير المتعال جبار السماوات والارض، وملك الله ملك وعظمته عظمه وكبرياء له. مع ذلك اذا كنت مؤمن وتدعوه ربنا ربي ربنا قل لك نعم يا عبد لبيك يا عبد، كيف ما بدك تحب الله بقى يعني؟ شو ما بتحب الله يعني؟ الله يحب يعني سبحانه. فهذا جواب التكريم من الكريم ان يقول لبيك ويقول لك نعم جل وعلا سبحانه وتعالى وهو رب العالمين. هذا ورد صحيح مسلم. لا تستوي يعني شغلان وتقول ضعيف روح راجع مسلم تجد الحديث حول هالآية كما قرأنا في الحاصل. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهذا كما قلنا توسل إلى الكريم، دخول على الكريم من كرمه. وعلى هذا قال فيه دليل أن عادة الحق سبحانه وتعالى إذا تكرم على عبد والعبد باقي في الأدب مع الله، الله ما يقطع كرمه عنه، تبقى في حد الكرم، بل لابد من مواصلة. ومن هذا كما قال سبحانه وتعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال ألم يجدك ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي ولسوف يعطيه في كل آن وحين، في كل آن وحين إلى أبد الآبدين. إيه ما يعطيه؟ قال هذا عطاء مستمر. ولسوف يعطيه في كل لحظة من المراتب والمقامات والارتقاءات والقربات، وهكذا يعطيك حتى ترضى في الدنيا والبرزخ والآخرة والجنة، وهكذا دائما. ولسوف يعطيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعده بالعطاء الكبير حتى يرضى رسول الله إلا حتى يبين له أن هذا الوعد حقيق أكيد، وحقيق أكيد ولا بد نافذ يعني، وأن هذا العطاء محقق لا محالة. قال ألم يجدك يتيما فآوى، ذكره بالنعم السابقة حتى يبين له تحقق النعم اللاحقة، أن الذي أنعم عليك يا رسول الله فيما مضى ولا يقطع عنك نعمه فيما يأتي. هذا معناه يعني أن الذي تعاهدك يا رسول الله من الصغر وحفاك بالحفاوة والتكريم والإكرام والإنعام والتفضيل، هو لا يزال يكرمك وينعم عليك ويتحفك ويعطيك ويعطيك حتى ترضى، ما يقطع كرمه عنك. هذا من باب أن عادة الحق أن يواصل كرمه جل وعلا على عبده ما دام العبد في مقام العبودية، ما دام على الصراط المستقيم. أما نسأل الله العافية إذا حدث إيش على الصراط نكبت وكبرت بنعمة الله، وإلا الكريم ما يقطع كرمه. لذلك قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، أي ما الذي آواك من صغرك وأنعمك عليك وحفاك وعناك بالعناية الخاصة ولا يزال يواصل إليك الخير.